عملية اصطياد الوالي. ردنا على سفك دماء العراقيين الطاهرة سيكون قاسياً ومزلزلاً، وسيرى قادة الظلام الداعشي أي رجال يواجهون. بأوامر مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، شكلت لجنة من الأجهزة الأمنية المختلفة لملاحقة ما يسمى والي العراق، رأس الأفعى في عصابات داعش الإرهابية، أبو ياسر العساوي. رأس الأفعى جبار العساوي: مهما تكالبت علينا الأمم ومهما تحالفت علينا الأمم، فبإذن الله تعالى واقفون صامدون بإذن الله تعالى، لن نكل ولن نمل بإذن الله تعالى حتى ندخل رأس الشرك والكفر سامراء، وبإذن الله تعالى هدفنا بغداد وكربلاء، والحمد لله رب العالمين. أو من يدعي نفسه والي العراق، اصطادته قواتنا المسلحة بعملية نوعية الاسم جبار سلمان علي فرحان هراط العساوي، التولد عام 1982 من محافظة الأنبار قضاء الفلوجة منطقة الحصي، ويكنى بأبي ياسر العساوي. الأدوار الإرهابية التي مارسها العساوي: نائب ما يسمى والي شمال بغداد والعسكري العام، وبعد مقتل ما يسمى الوالي الإرهابي صعب ناجي داود المكنى بأبي عزوز، تسلم ما يسمى ولاية شمال بغداد وولاية صلاح الدين، ثم تسلم ما تدعيه عصابات داعش ولاية العراق بعد عام 2017. في منتصف عام 2020 شغل ما يسمى منصب المشرف على ولاية العراق والولايات البعيدة ونائب الخليفة الحالي وعضو اللجنة المفوضة ولجنة الخلافة. عمليات ملاحقة العساوي: تمكنت قواتنا المسلحة خلال عمليات ملاحقته في محافظتي كركوك وصلاح الدين خلال المدة من 6 أيلول 2020 وحتى 23 من كانون الثاني 2021 من قتل 17 إرهابيا من المقربين من العساوي، وأبرزهم الإرهابي غسان نجم صالح أحمد العبيدي المكنى بأبي ملك وهو مسؤول عصابات داعش في كركوك، الإرهابي أبو صادق وهو ما كان يسمى والي كردستان، والإرهابي موسى وكان يسمى أمير قاطع أنس بن مالك. كما أدت العمليات الأمنية إلى اعتقال كل من الإرهابي علي خلف حنو البياتي وشقيقه سالم خلف حنو البياتي، والإرهابي ناظم محمد أحمد العلقاوي، والإرهابي راجي حسن خلف شحاذ اللهيبي وهو شقيق الإرهابي ناجي حسن خلف شحاذ اللهيبي. من خلال جمع المعلومات الاستخبارية عن طريق استنطاق المتهمين والمبارز الجرمية والوسائل الفنية والاتصالات الخاصة بالإرهابيين، تم تحديد عدة مضافات يستخدمها التنظيم الإرهابي، وأهمها المضافة الخاصة بالإرهابي جبار سلمان علي العساوي نائب الخليفة عبد الله قرداش، فكان الرد حاسما ومباشرا باستهداف المضافة وقتل الإرهابي المذكور، فكانت إصابة مباشرة ودقيقة ومن خلال أسلحة نوعية أدت إلى مقتل الإرهابي العساوي ومن معه من مساعديه على الفور، وقد تم التأكد من شخصياتهم. الرحمة والخلود لشهداء الوطن، والخزي والعار لكل من ساند وأيد ودعم الإرهاب بالمال والسلاح وبالكلمة، لا مكان لهم بيننا. عاش العراق. السلام عليكم. بعملية أمنية نوعية من قبل جهاز مكافحة الإرهاب وبمعلومات استخباراتية، تم استهداف مجموعة إرهابية في وادي الشاي بكركوك، والتي أدت إلى مقتل الإرهابي جبار سلمان علي الملقب بأبو ياسر العساوي أو ما يسمى بوالي العراق. العملية جاءت بإسناد قوات التحالف الدولي، والتي اعتبرت مقتل العساوي يعد ضربة موجعة تكسر ظهر الجماعات الإرهابية. فكيف حدثت هذه العملية النوعية؟ وما هي تبعاتها ونتائجها على الوضع الأمني؟ هل هي ردة فعل على الخلق الأمني الأخير وسط بغداد؟ وأين كانت تلك العمليات سابقا؟
هل ستبقى القوات الأمنية تتعاطى بمفهوم ردة الفعل تجاه تلك العمليات الإرهابية؟ محاور أناقشها في تغطية هذا المساء مع ضيوفي وهم اللواء سعد معن مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية وكذلك رئيس المركز الجمهوري للدراسات العسكرية والأمنية عماد علو وكذلك معن الجبوري الخبير الأمني والاستراتيجي. أهلا وسهلا بضيوفنا الكرام. أبدأ حديثي معك سيادة اللواء. صيد ثقيل صراحة، ولو أن هذا الصيد لا يساوي قطرة من قطرات الشهداء الذين سقطوا في ساحة الطيران، هل هناك صيد آخر ثقيل؟ نعم، شكرا لك ولضيفيك الكريمين ولكل المتابعين، والرحمة للشهداء. إن شاء الله النتائج وما تقوم به قواتنا الأمنية سوف يكون تباعا. هذه نقطة بداية، رغم أنه لدينا نشاطات سابقة ولكن هذه انعطافة حقيقية في الجهد الاستخباري والميداني للقوات الأمنية، وسوف ترى إن شاء الله أيضا نتائج أخرى اليوم. بعد ذلك سوف نتكلم عن عملية ميدانية استخبارية اليوم تمكن الأبطال من خلالها أيضا من قتل مجموعة إرهابية سوف نتكلم عنها. الصيد الآخر؟ نعم، ولكن إذا قسناها على مستوى المعنويات وأيضا على مستوى اللوجستيك وعلى مستوى الأهمية، فهذا المجرم العفن بالتأكيد هو يعتبر ثاني شخصية في التنظيم الإرهابي، وكان يتبجح أنه لا يستطيع أحد الوصول إليه وأنه سوف يقوم بكذا وسوف يقوم بهذه الأمور وغيرها من التفاصيل، ولكن المتابعة الميدانية، الجهد الاستخباري، الدعم المباشر من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة وجهد الأبطال من كل الأجهزة الأمنية أدت إلى نتيجة القضاء على هذا المجرم اللي كان يشغل منصبين والي العراق ومجموعة ونائب الخليفة. طبعا المجموعة كل هذه المجموعة في ضربة واحدة. نعم، وكان يمكن التقرير واضح اللي كان معروض على عرضه قبل قليل على قناتكم، وأيضا يمكن لاحظت عملية المتابعة، يعني نتكلم من أيلول إلى عملية قتلهم. إذن الجهد الاستخباري حقيقة يمر بمراحل ناضجة، يعني إذا تكلمنا عن مرحلة الجمع ثم مرحلة التحليل ومرحلة التفسير ومرحلة التثبت والتسجيل ومن ثم عملية الانقضاض، هذا كله يحسب إلى الجهد الاستخباري العراقي وأيضا إلى عملية التنسيق عالية المستوى. نقول أن داعش حاول أن يظهر مرة أخرى على السطح، ولكن أنا أعتقد أن المرحلة القادمة إن شاء الله هي مرحلة الجهد الأمني الاستخباري العراقي الخالص، وبالتالي هذه الضربة وهذا الجهد وهذه النتائج هي ليست للعراق فقط وإنما للعالم أجمع، باعتبار أنه سابقا كنا نتكلم أن العراق يقاتل بالنيابة عن العالم أجمع، واليوم نعود من جديد في هذه القضية لأنه هذا المجرم وغيره هو لا يقومون بعملياتهم أو إيذاء العراقيين فقط وإنما كل المعمورة. هذا الوالي، هذا الوالي طبعا. نعم، نتحدث عن الوالي. نعم، والي ونائب. والخليفة وين؟ إن شاء الله يعني رئيس هذا العفن سوف لن يكون بعيدا عن منال القوات الأمنية العراقية. نعم أستاذ معن، ماذا تعني هذه العملية وفي هذا التوقيت؟ مساء الخير ضيوف الكرام والسادة المشاهدين. حقيقة من الناحية المعنوية مهمة جدا، حيث جاءت في وقت حرج جدا بعد العمليات التفجيرات التي قام بها إرهابي داعش، وخصوصا عندما استطاعوا الوصول إلى بغداد والنيل من الضحايا الأبرياء المواطنين العزل الذين يبحثون عن قوتهم اليومي. جاءت متزامنة وبوقت دقيق جدا وبحسابات استخباراتية عالية المستوى أدت إلى قصم ظهر التنظيم يعتبر في العراق. نحن نعلم أن هذا التنظيم لديه الخلافة، أي الوالي هو الآمر الناهي والذي يتحكم بمصير وأرواح حتى منتسبيه من المجرمين المنتسبين. لكن المعروف على هذا التنظيم سرعة التنصيب والعمل أيضا، يعني حضرتك قلت قصم ظهر الإرهاب، ممكن أن تؤثر عليه تأثير قوي يشيل حركته، أم أنهم سيرممون ذلك؟ نعم، هذا حدث إذا ما عدنا بالذاكرة ليس بعيدا، حدث عندما تم
قتل أسامة بن لادن أيضا كيف أثر على تنظيم القاعدة آنذاك، وأبو بكر البغدادي أيضا كانت ضربة قاسمة شلت حركة التنظيم، لأن التنظيم يؤمن بالوالي والخليفة وهذه المسميات التي تعطيه رمزا دكتاتوريا وحاكما عليه. لذلك حقيقة من الناحية المعنوية كما ذكرت هي ناحية مهمة جدا، أولا ثقة الشارع العراقي في القوات المسلحة، في الأجهزة الأمنية، في الجهد الاستخباراتي أصبحت عالية جدا، وبأنه يستطيع الوصول إلى أبعد نقطة حتى وإن كانت الجغرافيا وإن كانت الظروف لهؤلاء صعبة جدا. ومن ناحية ثانية أيضا التوقيت كما ذكرنا، التوقيت مهم جدا في مرحلة حدث هناك بصراحة إرباك في الشارع العراقي وتساؤلات كثيرة عن إمكانية وصول هؤلاء. هذه الضربة حقيقة ستعيد العلاقة ما بين الحكومة العراقية، الجهد العسكري والأمني والاستخباراتي، وما بين الشارع العراقي طيب. الذي هو يعد طيب. الركيزة الأساسية للمعلومة الاستخباراتية، إذا ما توفرت هذه العلاقة هذه الثقة طيب. حقيقة يعد نجاح كبير للمؤسسة العسكرية في أن تنال طيب. ثقة يعني هذه الضربة وهذا الاستهداف وهذا الثقة اللي ينعكس فقط يعني على العراق أم على سوريا؟ وانتقل باللغة السؤال إلى دكتور عماد. نعم دكتور عماد، هل هذا التأثير سيكون منحصر على تنظيم داعش في العراق أم سينعكس على سوريا وعموم تنظيم داعش باعتبار هذا والي على العراق أم سينعكس أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيوفكم الكرام ولمشاهديكم الكرام. بالحقيقة أنا مستشار المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب. نعم. بالنسبة لتأثير هذه العملية يعني لا بد أن نعلم أن جهاز المخابرات العراقية كان يتابع هذا الأرهابي ذو الأهمية الكبرى بالنسبة للتنظيم وبتأثيره على العمليات الأرهابية. هذا الأرهابي كان يتنقل بين العمق العراقي وبين دير الزور. نعم دكتور، يعني حضرتك تشير إلى أن جهاز المخابرات كان يتابع حركات هذا الإرهابي، أي أن هذه العملية ليست ردة فعل على ما حصل في ساحة الطيران أم هي جهد لا لا سابق؟ لا جهد سابق طبعا أكيد، الجهد هذا اصطياد هذا المستوى من القيادات الداعشية، يعني كان هناك جهود كبيرة لجهاز المخابرات وللأجهزة الاستخبارية، جهاز مكافحة الإرهاب والاستخبارات العسكرية، خلية الصقور، وهذا ما أشار إليه البيان اللي صدر من يعني قيادة العمليات المشتركة بأنه هذا الإرهابي تمت محاصرة ومراقبة المضافات، وحتى في تقريركم أشير إليها المضافات التي كان يتردد عليها وتم ضرب أكثر من مضافة في عدة مناطق. لو نلاحظ أنه يعني قبل أكثر من شهر قام جهاز مكافحة الإرهاب بعملية نوعية أيضا في منطقة جنوب غرب كركوك أو جنوب غرب العفو نينوى، تم القضاء على قاطع دجلة، وفي هذه العملية تم قتل 42 عنصر من عناصر داعش، وعرضت وثيقة بتوقيع والي العراق اللي هو أبو ياسر العيساوي وأيضا يلقب أبو عبد الله الحافظ، أي هو كل واحد من هذول عندهم لقبين أو ثلاثة لغرض التمويه ولغرض يعني الاختفاء حتى، فكان هذا دليل على أنه هو يتواجد، وكانت هذه الوثيقة بخط اليد يعني على ورقة وبخط اليد دليل على أنه كان موجود في ذلك القاطع. تم القضاء على قاطع دجلة، المحاصرة والضربات اللي بدت شنها في الآونة الأخيرة استدعته أن يدخل إلى العراق مرة أخرى، وبالتالي تمت مراقبته. نفس الحالة إذا نتذكر قبل عدة أشهر تم تصفية عنصر آخر من القيادات الداعشية أيضا بعملية نوعية لجهاز مكافحة الإرهاب اللي هو معتز نعمان الجبوري، كان هذا المسؤول عن العمليات الخاصة وأيضا على التمويل والإدارة والتمويل المالي لأنشطة داعش في داخل العراق، هذول الرؤوس، وهذا هو عضو اللجنة المفوضة يعني من الخط الأول. فلذلك
هذا الجهد لم يكن يعني محض أيام، كلا هذا جهد بذلته أجهزة الاستخبارات المخابرات العراقية متابعتها من دخوله، وبالتالي تم ترتيب الضربة، وجاءت هذه الضربة متزامنة مع الإعلان عن العملية اللي ذكرها ثلاث شهداء ذكر جهاز مكافحة الإرهاب. وهذا طبعا هذه العملية لم يخطط لها، لأن تخطيط العمليات النوعية يحتاج لقراءة لساحة العمليات، يحتاج لقراءة لنوعية الجهد المطلوب العسكري لتنفيذ العملية. نعم، أشار دكتور عماد إلى أن هذه العملية هي عملية مخطط لها، وكان هذا الوالي الذي يسمى والي العراق مراقب من قبل أجهزة الاستخبارات العراقية، يعني أجهزة الاستخبارات كانت لديها علم المخابرات بتحرك هذا الشخص من وإلى العراق، يعني مرصود وتحت الأنظار على مستوى الوالي. طيب إذا كانت المستخبارات بهذا القدر وبهذه الدقة وتراقب هذا الوالي وتحركاته، كيف لم تستطع الكشف عن اثنين من الجحوش فجرونا في شنو؟ نعم. تعرف العملية مستمرة ضد الإرهاب، وهي مواجهة لم تنتهي ولن تنتهي على مستوى العالم أجمع. هذا يعني قدر أنه يجب أن نواجه الإرهاب، وبالتالي هو يحاول أن يكون له استهداف هنا أو هناك. على مستوى العمليات الاستباقية والجهد الاستخباري الاستباقي يا سيد الكريم، لدينا العشرات العشرات من هذه العمليات والتعامل بالمعلومات. تعرف الاستخبارات هي تتكون من معلومة، وأيضا عملية التعامل مع هذه المعلومة والجهد البشري، وبالتالي أيضا المنهج المتبع في التعامل مع المعلومات، وبالتالي وصول إلى نتائج ترضي العمل الاستباقي الأمني، وهذا ما يتحقق على أرض الواقع من خلال عملنا الأمني. يعني على سبيل المثال اليوم كان هنالك أيضا عملية نوعية من خلال قيادة قوات حرس الحدود واستخبارات وزارة الداخلية، طبعا وكالة الاستخبارات ومن خلال أيضا استخبارات الحدود، المعلومة كانت دقيقة بوجود مجموعة إرهابية، طبعا المنطقة هي محافظة الأنبار قرب الرطبة، يعني متسللين من سوريا على الحدود، يعني احنا نتكلم عن حدود لا نتكلم بكل التفاصيل، ولكن كانت هناك العجلة كان فيها إرهابي انتحاري وإذن اثنين من الإرهابيين انتحاريين. هنا احنا عندنا عملية تكثيف للدوريات الراجلة بالجهد الاستخباري، يعني الدوريات نعم لديها عملية مواصلة لحراسة الحدود على طول الحدود الفاصلة للعراق مع كل الدول الشقيقة والصديقة، ولكن في ذات الوقت هي تغذى باستمرار بالمعلومة الاستخبارية، وبالفعل تم التعامل مع هذه المعلومة الاستخبارية بصورة سريعة، التنسيق مع قيادة العمليات المشتركة، وبالفعل تم قتل إرهابي انتحاري لفجر نفسه أثناء عملية المواجهة، وأيضا انقتلوا اثنين من الإرهابيين اللي كانوا موجودين معه مع أيضا حرق العجلة الخاصة بهم. يعني أنت تتخيل أنه لو هذا لو لم تكن هناك معلومة استخبارية، ولو هذا دخل إلى عمق محافظة الأنبار وقام بعملية استهداف المواطن، نقول أنه الجهد الاستخباري مهم جدا، خاصة أنه هناك دعم مباشر من قبل السيد القائد عام القوات المسلحة، أيضا وزارة الداخلية اليوم ومن خلال متابعة السيد الوزير وزير الداخلية ووجود السيد وكيل الاستخبارات، لديها فلسفة عمل جديدة. هذه الفلسفة تقوم على عملية بناء جسور ثقة وتعاون مع المواطن، وهي دعوة للمواطنين للتعاون مع الجهد الاستخباري، لأنه نؤمن أن المواطن هو الرقم الأهم في المعادلة الأمنية، سواء في عملية الاتصال على الخطوط الساخنة أو التواصل مع مدراء الاستخبارات في بغداد أو المحافظات أو اللقاءات اللي إن شاء الله سوف تكون أيضا موجودة لمسؤولي الاستخبارات فداء من السيد الوكيل إلى كل الأخوة مدراء الاستخبارات للتواصل وجه لوجه مع المواطن. لا نريد أن نحمل عبء على المواطن، بقدر ما يجب أن يكون هناك شعور أن المواطن هو جزء من كل هذه العملية، هو جزء من عملية الحفاظ على الأمن وأيضا بناء الأمن المستدام. لذلك وبرعاية من قبل السيد وزير الداخلية وأيضا متابعة السيد وكيل الاستخبارات، دارت علاقات وإعلام من خلال الشرطة المجتمعية وأيضا الاستخبارات، باشرنا بحملة توعية وتثقيف حول موضوع نصب الكاميرات. نصب الكاميرات سيادة اللواء، نصب الكاميرات والجهد الاستخباراتي
يكون فاعليته أكثر من السيطرات الآن اللي تنصب بالشارع وتسوي ازدحامات خصوصا نعم. بعد التفجير يعني كل ما يحدث خرق يكون هناك تجديد على المواطن، ليس هناك جهد استخباراتي لكشف التنظيمات. هي يمكن تشوف أنت الفلسفة اللي تعمل بها الحكومة هي باتجاه تقليل يعني عملية وجود السيطرات الثابتة، وكذلك عملية فتح الطرق، وأغلب يوم تدخل في عمق بغداد قليلة جدا عملية وجود السيطرات. بعض الأحيان أثناء عملية التفجير تعرف هناك قد تكون معلومات أخرى يجب تتعامل فيها لا سمح الله، يعني سواء الازدحام اللي يكون في منطقة أو التعامل مع معلومة أخرى ويكون آني ويعني لمدة فترة زمنية بسيطة. اليوم نصب صبات ببعض الأماكن ببغداد، شنو القضية أنت وين ترجع مثلاً؟ يعني وين؟ منطقة احنا ترى بعدين احنا نحكي على شائعات انا وياك. نعم. كنا احنا لا طبعا الامور مستمره باتجاه ابدا. الساحه اللي بالبيجيه اليوم خلوا صبات، الساحه اللي بالبيجيه من المنصور. رغم الثمن نعم. اللي غالي طبعا هو ثمن دماء شهدائنا، لانه هذا الموضوع بالتاكيد لن يثنينا في الماضي قدما في عمليه يعني الاستمرار في توفير الحياه للمواطنين ورفع اي تكلفه او امور قد تعقد مسيرة الحياة في بغداد أو المحافظات. نعم أستاذ، معنا هذه العمليات بهذا الحجم وبهذا النوع وبالأسماء المعروضة والي والمنطقة ولهذه هذا التنظيم يعيد نفسه ويعين الولاة أم هي واجهات فقط ليعكس أنه هو موجود وموجود والي العراق ووالي كردستان ومنطقة هاي المناطق اللي هو حقيقة تنظيم موجود يعني حتى لا يعني نقلل من أهمية العدو يعني ويحدث تراخي أو يحدث تماهل موجود، هو فكر، هو أيديولوجيا، هو تمويل، هو دعم إقليمي. يعني حضرتك أيضا أثرت قبل شوية سؤال مهم يعني فيما عن الوضع الإقليمي. الوضع الإقليمي للأسف يلقي بظلاله على العراق، والعراق يعني لا يزال يمثل المنطقة الرخوة في الشرق الأوسط. صراعات يعني كثير من الصراعات تدور روحها، وإن الآن بدأت هذه العمليات حقيقة هي من تقضي على هذه التدخلات. ونحن نعلم أن هناك إشكالية لا تزال قائمة في الحدود العراقية السورية الذي تحدث الدكتور سعد عن قبل قليل عنها. لا تزال هناك داعش ينشط في هذه المساحات الشاسعة. نحن نعلم أن المنطقة التي نتحدث عنها تحديدا من ما بين صلاح الدين، ديالة، كركوك، نينوى، وباتجاه الجزيرة إلى الحدود السورية، طبعا محافظة الأنبار أيضا، هذه منطقة لا يزال فيها داعش يتحرك، لا تزال هناك خلايا متحركة تعمل وتضرب. ولكن هذه العمليات حقيقة كما ذكرت تؤدي إلى إجهاض قيادات داعش، وبالتالي تشتت الخلايا الصغيرة العاملة في العراق، أي ستصبح بدون قيادة كما ذكرت، لأن هي القيادة من يسيطر بقوة وبحزم وبشكل إجرامي حتى على منتسبيهم. يعني تتمتع بالدكتاتورية بدون قيادة، أم أن القيادة التي تسيطر ممكن على هذه العناصر وهذه الخلايا؟ البعض يعتقد أنه إذا ما قتلت القيادات ممكن أن تكون ذئاب منفردة وتعمل أيضا مباشر، ولكن العمل يكون غير منظم. تحتاج قيادة لأكثر من سبب كما ذكرنا. أولا هناك التمويل، هذا عامل مهم جدا، وتجفيف منابع التمويل، هذه من أولويات عمليات الحرب التي يجب أن يتحملها العالم. هناك هو أريد أعود إلى ما تفضلت به، العالم أجمع، لذلك موقف التحالف الدولي مهم، موقف الدول الإقليمية. العراق يقاتل بالنيابة عن العالم الآن لمحاربة داعش، وهذا يحمل العالم، الدول الإقليمية والعالم بأسره، مسؤولية دعم العراق من الناحية الاستخباراتية، من الناحية اللوجستية، حتى من ناحية التسليح والتدريب والتجهيز. هذا كله يجب أن تتحمله هذه الدول، لأن العراق هو من يقاتل الآن وفي أرضه حقيقة، ويقدم الضحايا سواء من القوات المسلحة أو من المواطنين الذين هم دائما ما يكونون أبرياء، يستغلهم هذا التنظيم باعتبارهم الناس الآمنين الذين
يستطيع إيقاع أكبر الخسائر فيهم. هذا الحقيقة الجهد جهد يشتت ويبعثر، ولكن لا نذهب بعيدا في أن نقول ينهي التنظيم، لأن التنظيم طيب هذا التشتت والبعثرة تقول خارطة عمل هذا التنظيم. دكتور عماد، يعني بعد هذه الضربة التي تعتبر قاسمة وهذا الصيد الثمين، هل الجهد جهد التنظيم تبعثر، وما هي طبيعة التواجد وخارطة التواجد هذا التنظيم ما قبل الضربة وكيف سيكون بعد الضربة؟ يعني بالحقيقة بالنسبة للتنظيم بعد هزيمته في العراق وفي سوريا وبعد معارك الباغوز غير الهيكل التنظيمي لبنيته التنظيمية واختصر 14 ديوان من دواوين اللي كان يعمل بها، وشكل مجلس شورى من 5 من عناصر داعش، وإضافة إلى لجنة مفوضة يعني من عدد من العناصر الداعشية. وبالنسبة للعراق أو بالنسبة لكلمة الوالي اللي أنت ذكرتها، هو كل والي يعتبر نائب للخليفة بالنسبة للتنظيم، فلذلك هو خلى العراق ولاية وخلى أفريقيا الوسطى ولاية، شمال أفريقيا ولاية، أوروبا مناطق أخرى اللي كان يعني قدمت له البيعة، اعتمد على تقسيم العراق إلى 18 قاطع في 11 محافظة. هذه القواطع تعمل بصورة لا مركزية، هناك أمير لكل قاطع يرتبط بالوالي، والوالي إلى نواب وإلى يعني شرعي وإلى عسكري وإلى مسؤول إداري ومسؤول طباب. وتم هذا التقسيم سابقا أم حاليا؟ هذا التقسيم حاليا، هذا التقسيم هو الحالي اللي يعمل به. وكل هذه التقسيمات موجودة، الأسماء موجودة، الأسماء أمراء القواطع وكذلك في مساعدين. دراستي منشورة على موقع المركز الأوروبي، الأسماء وأيضا أسماء أمراء القواطع كلها موجودة، ممكن أن يرجع لها أي شخص على موقع المركز الأوروبي اللي هي واقع الترتيبات الميدانية لتنظيم داعش في العراق. وأيضا سبقني المرحوم الدكتور هشام الهاشمي أيضا أشار في ترتيبات يعني الميدانية أو إلى الهيكل التنظيمي بعد عام 2018. طيب الأسماء اللي عندك لحد يا تاريخ؟ يعني لحد نهاية 2020 هناك عمليات جرت يعني طيب لحد 2020. نعم. والى الان يعني نعم. لحد 2020 لحد يا تاريخ بالضبط دكتور؟ يعني نهايه الشهر التاسع والعاشر. طيب من التاسع والعاشر لحد الان كم جرد قضى منهم؟ الاحصائيه اللي لدى جهاز مكافحه الارهاب انه تم قتل 200 عنصر من عناصر داعش بالمستويات قياديه في العراق خلال سنه 2020، وتم اسر أو اعتقال 300 عنصر موجودين رهن الاعتقال، إضافة لقيام الجهاز ب 300 عملية نوعية. احنا العمليات النوعية وهذا لاحظناها، وأكبر دليل هي هاي العملية الأخيرة، هي يعني توجع التنظيم أكثر من العمليات الواسعة. لماذا؟ لأن العمليات الواسعة تكون مكشوفة أمام أنظار يعني متحسسات أو جواسيس التنظيم الموجودين بسبب حركة القطاعات الواسعة وضخامتها، ولذلك عناصر التنظيم تنسحب من المناطق المستهدفة بسرعة، فلذلك لم يتم قتل أو العثور على عناصر بمستوى العناصر اللي تم القضاء عليهم واعتقالهم في العمليات النوعية. لذلك هذه العمليات النوعية هي الأسلوب الأنجع لمواجهة حرب العصابات أو استراتيجية الاستنزاف المجهد التي أعلن عنها هو التنظيم نفسه بواسطة وسائل الإعلامية من ضمنها صحيفة النبأ، اللي يحاول من خلال هذه الاستراتيجية إجهاد القوات الأمنية بعمليات يعني تتكون من عناصر قليلة وبمناطق متفرقة من مناطق الفراغ السكاني، ويخليهم بحالة توتر وإجهاد، وبالتالي يستنزف الجهد العسكري والأمني اللي يحاول بعد ذلك أنه يخلي مناطق ممنوع الدخول أو يتحذر الناس من الدخول إلها والجهات الأمنية، وبالتالي يحاول العودة للسيطرة عليها مرة أخرى. هذا طيب. هو الاستراتيجية اللي أعلن عنها لكنه فشل. نعم. فشل بسبب
الجهود المخابرات والاستخبارات وجهاز مكافحة الإرهاب وبقية الأجهزة الأمنية لمطاردة وملاحقة عناصر داعش بعمليات نوعية وعمليات استباقية في المناطق اللي يتواجد بها وحاول أن ينشط بها اللي هي مناطق الفراغ السكاني ذات التضاريس الصعبة مثل بادية الجزيرة، بساتين الديالة، طيب. شمال الديالة، نعم، مقهول، طيب. وحمرين، وادي الشاي، نعم. وادي أبو الخناجر وزغيتون وأيضا نعم. جنوب نينوى. هذه المناطق صعبة بالحقيقة ويحاول يختبئ بها ويسويها ملاذات إليه ويخلي بها فد نقاط، يعني والعمل جاري الآن على هذه المناطق من قبل بالتأكيد هناك القوات الأمنية أيضا والتحالف الدولي، نعم، والجهود الاستخباراتي. نعم دكتور عماد القمعي. دكتور سعد، يعني هذه العملية التي قام بها الإرهابيين، هل هي العملية، هل هناك عمليات أخرى أولا، أم هذه العملية هي نتيجة جهد هذا التنظيم لإرسال رسالة أنه هذا التنظيم باقي وهذه العملية فقط هي التي استطاع أن ينفذها؟ ترتب على ذلك، هل هي إشاعات أم هناك حقائق من أنه 15 حزام ناسف، سيارة اليوم قالوا بالكاظمية وما راح تتفجر مفخخة، واثنين أحزمة فلان مكان، وواحد حزام جاي يمشي، وهذه الإشاعات اللي بدت تتركب، وهل فعلا أكو هيك عمليات وأكو فعلا أحزمة ناسفة؟ يعني أنا أتفق مع أستاذ معان أنه الحرب على الإرهاب لم تنتهي ولن تنتهي، وبالتالي جهدنا سوف يستمر ومضاعف. أما موضوع الشائعات فحقيقة هذا موضوع مهم جدا، وإحنا لاحظنا حتى قبل هذا الاعتداء الآثم بشهرين أو ثلاثة بدأ التنظيم الإرهابي يضخ معلومات كثيرة مثل ما كان أسلوبه قبل سنوات، يضخ لك 20-30-40 معلومة مضللة، هو يحاول أنه تكون واحدة من المعلومات صحيحة نوعا ما حتى يشتت الجهد ويشتت الذهن، وبالتالي أيضا يربك الوضع النفسي العام بالنسبة للمواطنين. هذا الخبر اليوم اللي أنت تكلمت عنه حقيقة أشوف أنا يعني كاتبة أمامي، اللي هو مع الأسف أنه مثلا اليوم بالعواجل اللي تنزل على الوكالات الخبرية، شفت أول عاجل مصدر أمني يوضح حقيقة وجود عجلة في الكاظمية. أنت يعني كمتلقي شنو أول استيعاب لك للموضوع وفهم؟ راح يكون إنه أكو وجود، يعني شوف هنا قضية الشائعة الموجودة وقضية مع الأسف إنه بعض أيضا وسائل الإعلام خلينا نعتبر عليهم اليوم إنه ياخذ موضوع الإثارة على حساب الطمأنينة بالنسبة للمواطن. أنت تقدر طبعاً هاي الوكالة تقدر تتنصل من هذا الخبر لأنه بالتفاصيل مبينين بعدين، لكن بالنهاية بالنهاية قال لكنه إنه عنوان الخبر مطمئن، بالنهاية قال لا إنه تبينونه يعني نعم. هل أنت يعني معقول كثير بس مجرد باوع الخبر ما باوع التفاصيل؟ مثل هكذا ظرف أنت تتلاعب بمشاعر ولو لدقيقة ولو لمدة قراءة هذا الخبر القصير، أنت تتلاعب بمشاعر المواطن أو تريد أنت تثيره حتى يجي على الخبر ويعيش يحبس أنفاسه لمدة 40 أو 50 ثانية لما يصل النهاية حتى إذا فتح الخبر عنده، نعم نعم، حتى يكتشف أنه هذا الموضوع هو كذب. يعني مع الأسف يعني عدا قضية الشائعات هي قضية أيضا الالتزام الأخلاقي في تناول الخبر وإعطاء المعلومة للمواطن. اليوم إحنا مو في سباق لمن يكون السبق الصحفي ولا من يكون الأولوية. الشائعات بدأت يعني بعد التفجير بعد الحادثة 15 حزام 12 حزام يعني اثنين بالبصرة من وين مع الأسف المجتمع تربك يعني اليوم خلينا نتكلم عن قسم مكافحة الشائعات في إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية. الرصد لسنة 2020 15,096 شائعة، 15,096 شائعة، منها 5,868 إلكترونية و 9,228 ميدانية، حتى تشوف حجم الشائعات وكميتها اللي اليوم موجودة في الشارع. طبعا بعض الأحيان الشائعات الغاطسة تذهب وترجع مرة أخرى، نعم، وزاحفة وغيرها. بالتأكيد بعض الأوقات يكون لها وقت نموذجي للظهور، وخاصة في وجود الأزمات الأمنية أو مثل ما صار هذا. وبالتأكيد الموضوع اللي دا يصير عندنا، هنالك من يحرك هذه الشائعات
والناقل الثاني الوسيط الثاني لنقل الشائعات على الأغلب أناس لا يعرف أن هذا هنالك مضرة، هنالك مشكلة حقيقية، هنالك رعب ممكن أن يخلق أصلاً يسوي لها مشاركة وحولها. نعم، ويعني إحنا يمكن أيضا صار لنا كم يوم بلشنا في قضية أيضا مرة ثانية موضوع تثقيف وتوعية في موضوع مضار الشائعات. بعض الأحيان المنطق هو الحاكم، يعني أنت يوم أمس أيضا كان موضوع مثلا استهداف المطار، وأيضا هذه الشائعة يعني صحيح. هاي واحدة من الشائعات الغاطسة اللي تذهب وترجع بين فترة وأخرى، وأيضا الكل تناول الخبر وبعد ذلك يعني كانت عملية النفي. على كل حال أنا أعتقد اليوم المرحلة هي مرحلة مهمة، انعطافة حقيقية في موضوع صناعة الأمن المستدام. الجهد الاستخباري مستمر وإن شاء الله سوف يكون مكثف، متابعة مستمرة من قبل السيد القائد العام ومن قبل السادة الوزراء وقيادة العمليات المشتركة. دكتور يعني هذا قسم الشائعات اللي عندكم يعني يرصد الشائعات، هسه احنا ما نريد نعتبرها شائعة، يعني شلون بتحسبوها تعزيز الثقة بالنفس؟ ليش مو بالمقابل أيضا هسه من صار التفجير بدأت الشائعات نعم. تتوالى نعم. لكنه من صار استهداف هذا الوالي ومجموعته، لو أنتم أيضا تتبنون مجموعة بالمقابل أيضا لجمهور جمهور الدواعش، هم أيضا الوالي انقتل وراح انقتل الخليفة ولزمنا كذا وراح نسوي كذا، ممكن أنه حتى هذه تعزيز أولا وتدمير نفسي إلى داعش وتنظيم داعش. شوف أحكي لك، يعني يتفقون ويا الأخوة المحللين أنه حواضن داعش الآن في أضعف حالاتها، وخلينا نتكلم بنقطة أيضا شفنا إحنا بالتفجير البعض بدأ ينزل صور هذا الانتحاري، وقبل ما القوات الأمنية تعطي تقرير هذا الانتحاري، هذا الانتحار من هذه الدولة أو من تلك الدولة أو غيرها، وصارت يعني مجموعة أمور. البعض حاول أيضا يلعب على أوتار إحنا قد ولى عليها الزمان وانتهت، نزلوا لنا صورة مال 2014 وغيرها انتحاري اللي حقيقة الدرس المستنبط أنه الجمهور العراقي المجتمع العراقي متماسك إلى حد كبير جدا، وهذا أيضا يبعث على الطمأنينة أنه لن تؤثر عليه أي محاولة لخلق شرخ هنا أو هناك، بالعكس الكل كانوا في كلمة واحدة في بودقة واحدة. بس حقيقة رغم التماسك، يعني أشار الدكتور رغم التماسك هذا وفي أغلب الدول العراقي قابل للإيحاء، الشائعة تأثر عليه بشكل كبير وتنتشر بشكل كبير، وخصوصا بالأوساط البسيطة والغير مثقفة أو يعني تعليمها متدني، حتى الأوساط المثقفة والإعلامية أحيانا تنتشر الشاعة إذا كانت على مستوى معين، يعني العراقي قابل للإيحاء فقط هو يحتاج لتحصين يعني. نعم. يعني يعني كمثل انجليزي يقول good news no news، يعني اذا الخبر الجيد شوف فلسفه فهم الانسان الى ما يتناوله بشكل كبير جدا، لكن الخبر السيء تصل بسرعه لدينا جهد كبير جدا، وايضا خليه الاعلام الامني حقيقه تقوم بدور كبير في عمليه رصد الشائعات والتنسيق مع الجهادات العلاقه واعطاء المعلومات، نحن نعطي المعلومات بحقيقتها دون ان يكون هنالك اي عمليه تزويق، وهذا مهم جدا. سيكون لنا دكتور ان شاء الله في الايام القادمه سيكون لنا برنامج فيه فقرات تتحدث عن 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 الشائعه وطبيعه استهداف الشائعه ان شاء الله طبعا. استاذ معن يعني الملاحظ لقائمة القتلى من داعش الوالي وجماعة القواطع كلهم عراقيين، هل أنه التنظيم الآن بدأ يخصص الأماكن، بدأ يجعل يعني سواء في العراق أو في مكان آخر يجعل من أهل البلد حتى يكون له أكثر تأثير، أم أن الجنسيات الأخرى قد تآكلت وانتهى دوره؟ حقيقة هي ناحية مهمة، يعني سؤال ذكي ويعزز ما ذهبنا إليه في أن الآن أصبح المواطن هو خط الصد الأول والمتعاون الأول مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. في السابق كانت هناك مضافات كثيرة حقيقة، يستطيع الأجنبي حتى من لم يتكلم اللغة العربية أن يدخل مع هذه التنظيمات ويعمل ويقتل ويقوم بدوره. الآن نتيجة الوعي ونتيجة أن المواطن ممكن أن يدلي بالمعلومة إلى الأجهزة الأمنية ويكون عين ساهرة يساعد فيها القوات الأمنية والاستخباراتية، لا يمكن لأي شخص أجنبي حتى وإن كان من دولة قريبة عربية حقيقة أن يدخل، لأن يتم اكتشافه بسهولة ويتم إيصال المعلومة. لذلك
العاملين استطيع ان اقول بالمطلق الان داخل العراق هم عراقيون، ولذلك طبعا يعرف العراقي كما نتحدث ونقول اهل مكه ادرى بشعابها، يعرف الجغرافيا والبيئه والمكونات وكيف يتعامل. مع ذلك يجد صعوبه، يعني مع ان الان العاملين من الدواعش المجرمين هم عراقيون، ولكن يجد صعوبه في التنقل. وعلى هذا الأساس لجأوا إلى التضاريس هذه الصعبة إلى المناطق النائية الصحاري، عادوا من حيث أتوا بعد تحرير الموصل الحقيقة، وبعد اختلاف زوال دولة الخرافة الإسلامية عادوا من حيث أتوا. التنظيم عاد بأشكاله الهلامية، الخلايا النائمة، الذئاب المنفردة، هذه المسميات إلى آخره، لأنه لا يستطيع أن يجابه الآن بنفس الطريقة التي كان بها عندما كان يسيطر حقيقة على بعض المناطق، بعض المدن العراقية. لذلك الآن الموجودين هم عراقيون ويعانون من الصعوبة، لا يمكن الاحتكاك بالمواطن العادي، لا يمكن وصولهم إلى المدينة إلا بطرق معقدة جدا، وهذا يؤشر إلى أنهم دائما يضربون في حزام المدن، في المناطق النائية، في المناطق الرخوة حتى التي عدم وجود كثافة، وجود تواجد عسكري وأمني فيها نتيجة بعدها. وهذه مسألة الجغرافيا حقيقة مسألة على مستوى العالم. حزب البككة، تركيا تعد الجناح القوي الجنوب الغربي لحلف حلف الأطلسي، وتمتلك إمكانيات عالية جدا عسكرية، منذ عشرات السنين تقاتل البككة في جنوب تركيا وفي شمال العراق، ولم تستطع القضاء عليه نتيجة التضاريس والجغرافيا الصعبة والمناطق الجبلية التي يختبئ بها. إذن نحن الآن لدينا أيضا هناك وادي الشاي، هناك زغيتون، هناك الخناجر، هذه وأيضا جبال الحمرين وجبال المكحول، سلسلة معقدة جدا. ونملك الجزيرة باتجاه منطقة سوريا، الحدود السورية التي تحدثنا عنها باتجاه الفرات، هذه كلها حقيقة جغرافيا صعبة معالجة خلية واحدة فيها تعلم الجهد العسكري. لذلك الاعتماد على الضربات النوعية والاستفادة من المعلومة الاستخباراتية والجهد الدولي، هذه ناحية مهمة طبعا، وشاهدنا نحن كيف قام، وهذا ما جاء في البيان، أن التحالف الدولي قام بدور أساسي في دعم القطاعات لما يمتلكه من طيران ومن تكنولوجيا ومن إمكانيات، هذه واضحة جدا يعني الوجود، تصب في صالح القوات المسلحة العراقية. هذا يؤكد إلى أن هؤلاء يتآكلون، و كل ما ينقص العدد لا توجد لديهم روافد كما كان في الماضي، حتى القيادات بدأت أعمارهم تقل، يعني هذا دلال، نعم، دليل على شابة بالنسبة وأعدادهم لهم. والمسميات حتى عندما يوجد يعني هذا الوادي الوالي عندما هذه المسميات القذرة، والي متزوج لأربعة حسب المعلومات، هذا الحرائر الإماء، من عالمهم المتوحش، هذا يعني عالمهم الذي أديولوجيا التي يسوقون بها. حتى هذه الأفكار حقيقة لم تلقى الآن رواج كما كانت تجد في السابق، يعني كثير من لديهم كانت دواوين، يعني لديهم كانت وزارات، لديهم مؤسسات مالية وثقافية وإعلامية، هذه الآن تآكلت، أصبح التنظيم حقيقة خاوي كما نعم هذه المؤسسات المالية وتمويلهم كان تمويل ضخم. نعم دكتور عماد، أيضا التمويل الآن بعد ضعف التنظيم، التمويل المالي من أين لهم؟ هذا أولا. ثانيا حضرتك أشرت إلى الجهد الاستخباري والمخابراتي ضد هذا التنظيم، هل هناك عمليات أحبطت قبل أن تنفذ هذه العملية في ساحة التحرير، في ساحة الطيران؟ هل هناك أيضا الجهد الاستخباري أيضا ألقى القبض على أعداد من هؤلاء دون أن يكون هناك إعلان، حتى ممكن أن يكون له انعكاسات أمنية وممكن أن ما يطرح من خلال الإعلام؟ فنتحدث أيضا عن طبيعة العمليات التي أحبطت. يعني بالحقيقة بالنسبة للتنظيم يحاول تمويل نفسه من خلال عمليات الأتاوات وعمليات الابتزاز والخطف وأيضا التهديد، ولاحظنا في العام الماضي وقبل أيضا قبل جائحة كورونا أنه قام بعمليات حرق للمزارع
الحقول ومحاولة قتل الناس اللي يجمعون الشمة والمزارعين أو الرعاة في سبيل ابتزازهم، وأيضا يعني محاولة تمويل عملياته الإرهابية من خلال هذه، إضافة إلى أنه يتلقى بعض الإعانات من بعض الدول الإقليمية والأجهزة المخابراتية، لأنه هو يستخدم أيضا ويتخادم مع هذه المخابرات لأغراض وأهداف وأجندات. هذه المسألة كانت واضحة أيضا، تمكنت الأجهزة الاستخبارية العراقية من إلقاء القبض على عدد كبير من عناصر داعش، ومن ضمنهم نساء لاحظنا، وتم الإعلان عن هذه المسألة، يوزعون ما يسمى بالكفالات في كركوك، في صلاح الدين، في الأنبار، في إديالة. هذه العملية هي رواتب الكفالات، هم يسمون الراتب كفالة، وهذا دليل على أن التنظيم يحاول بناء نوع من المضافات، أو يحاول التأثير من الناحية الاقتصادية على الحاجة، أو يستخدم الحاجة الاقتصادية لبعض السذج وبعض ضعاف النفوس من أجل تجنيدهم وجعلهم كخلايا نائمة. هاي المسائل اللي تأشر أن التنظيم بدأ نوع من التراجع، نوع من مستوى التجنيد. دكتور مستوى التجنيد يعني نعم، سابقا كان مستوى التجنيد عالي لدى تنظيم داعش، كان يوعدهم، وحتى كانت هناك نعم مقاطع ترويجية للتنظيم بحيث يعكسونهم وكأنهم يعيشون بالجنة، يطلعونهم الجواري النساء، نعم نعم، ويطلعونهم الأموال اللي يعطوهم رواتب هذه سابقا، هسه بيش يغروهم. أعطيك مثال على أنه التنظيم كيف يخدع يعني المتلقي. أعلن هو في السابق عندما كان يتواجد في الموصل أنه لديه جيوش، جيش دابق، جيش الخلافة، جيش العسرة، وجيوش عديدة، الأشبال الخلافة، كتيبة الخنساء وغيرها. هذه عندما تم القضاء عليها، أيضا من ضمنهم كان جيش خالد بن الوليد، تم القضاء عليه أيضا، هذا تم تجميعه بعد هزيمة التنظيم في الموصل أو في العراق، وتم تجميع بقايا وفلوله ودفعهم إلى الحدود العراقية السورية من قبل الداخل السوري، ولاحظنا عدة عمليات لا مجال لذكرها لتجميعهم في تلك المنطقة. شكلوا من عنده جيش آخر سموه أنصار البخاري، هذا أنصار البخاري تم أيضا القضاء عليه في معارك الباغوز. ولاحظ أن التنظيم لجأ عاد إلى القواطع وإلى الكتائب، كل قاطع به كتيبة، وهذا دليل أن قدرة التنظيم العسكرية، إمكانياته البشرية وصلت إلى أدنى مستوياتها وقدراته. هو التنظيم وصلت إلى أدنى مستوياتها، نعم، لكنه الوقت عندنا وصل إلى أعلى مستوياته. شكرا دكتور عماد علو، مستشار المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، وشكرا جزيلا لسيادة اللواء سعد معن، مدير العلاقات العامة في وزارة الداخلية، وأيضا الخبير الاستراتيجي والأمني معن الجبوري. شكرا جزيلا سادتي، شكرا لحسن متابعتكم ومشاهدتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.